مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. في الخامس من أغسطس الجاري طلبت الحكومة اليمنية رسميا من صندوق النقد الدولي تجميد حسابات البنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظ البنك محمد بن همام بسبب تصرفات غير مسؤولة في الاحتياطي الخارجي للبنك وفقا للمذكرة. هذه الخطوة جاءت بعد أن بددت سلطة الميليشيا 4 مليارات دولار من إجمالي الاحتياطي المالي العام، وبعد أن أصبح البنك المركزي عاجزا عن تغطية مرتبات الدولة رغم سطو الميليشيا على آلاف المرتبات ونهبها الشعب تحت غطاء المجهود الحربي. ترى لماذا طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي تجميد حسابات البنك المركزي اليمني والاحتياطي النقدي في الخارج، وكذلك عدم اعتماد توقيع المحافظ بن همام، ولماذا في هذا التوقيت، وما هي الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني في حال استجاب صندوق النقد الدولي لهذا الطلب، وما هي أيضا الحلول التي يفترض أن تتخذها الحكومة للمحافظة على مال الشعب وموارده وتوقيف نزيفها لجبهات الميليشيا؟ في هذه الحلقة من بين قوسين سنناقش مع مختصين ومعنيين طلب الحكومة الآثار والأبعاد. وفي البداية أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الهاتف من عدن الخبير الاقتصادي الأستاذ خالد عبد الواحد، كذلك سيكون معنا من القاهرة مدير مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف من تعز أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، وأيضا سيكون معنا من العاصمة الماليزية كوالالمبور الباحث الاقتصادي سليمان الناصر. قبل البدء بالنقاش فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، البداية مع الأستاذ خالد عبد الواحد من عدن. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الورد والنرجس والياسمين، اهلا ومرحبا بك استاذ خالد. كيف او ما هي قراءتك لامر بن رئيس الحكومه احمد عبيد بن دغر وطلبه عدم التعامل مع محافظ البنك المركزي؟ اولا انا اطلعت شخصيا على المساجلات التي تمت بين الاخوين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ محمد بن همام. نعم، وانا اميل الى 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 تصديق الاستاذ محمد عوض بن همام، لانه لنا تجربه معه، لانه على مدى السنوات من 2011 حتى الان استطاع بكفاءه فائقه ان يدير ازمه النقد اليمني. نعم، وبالتالي يعني في حروب وازمات، يعني كما قالت لليمن من 2011 وحتى الان، يعني كان العمله حقنا قد تكون اصبحت ورق، ولكن لدارت حكمته في اداره البنك المركزي استطعنا ان نخرج يعني بسلام، يعني بحد الادنى من السلام المالي. لكن نعم، انا اصدق فيما يتعلق بالاحتياطات الخارجيه وكيف استطاع ان يديرها بكفاءه. اذا كان كما تحدثت. نعم استطاع، يعني نعم استاذ خالد عبد الاستاذ خالد نعم أستاذ خالد، إذا كان كما تقول هذه السياسة والكثير يشيد بجهود بن همام، إذن لماذا يتخذ الأستاذ أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة هذا الطلب بإيقاف التعامل مع أي أوامر تأتي منه؟ هو 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 المبرر أنه انتهت صلاحية توقيع، يعني صلاحية فترة تعيينه في المحافظ البنك المركزي، وايضا انه يعني لكن الاخ بن همام رد موضوعي، يعني اصدر رساله لرئيس الجمهوريه ورساله لرئيس الوزراء وحدد فيها كيف قرا الاستخدام الاحتياطيات الاجنبيه، في فرق بين الاحتياطيات الاجنبيه والاحتياط والموارد الماليه العامه بالريال اليمني. نعم، ما قرا يعني الاحتياطات هو استخدمها ل كما يعتقد هو انه لصالح الشعب في توفير المواد الغذائيه وتوفير المشتقات النفطيه، ولكن حتى في اطار هذه هو مول عمليات لصالح يعني لصالح الشعب، ولكن لم تذهب كلها لصالح الشعب، ذهبت لتجار وسماسره وللانقلابيين، ولكن المشكله
في المواقف. اذا كيف نبرر؟ نعم استاذ خالد عبد الهادي، استاذ خالد عبد الواحد، نعم استاذ خالد، نعم استاذ خالد، اذا كيف نبرر استاذ خالد؟ استاذ خالد تسمعني؟ الرئاسه ونفقات كل نعم المرافق اللي استاذ خالد تسمعني؟ اسمح لي استاذ خالد، اذا استاذ خالد اذا سمحت، استاذ خالد اذا سمحت، كيف تبرر اذا صرف 4 مليار دولار واستنزاف الاحتياطي النقدي بالكامل، وبدات الميليشيا تسحب من ايضا الوديعه السعوديه في البنك المركزي؟ انا ضد تجزئه البنك المركزي، وضد يعني الاعتداء على اختصاصات البنك المركزي. وانا يعني كان موقفي في الاسبوع الماضي في نفس قناتكم ان يحيد البنك المركزي والوزاره الماليه ووزاره التخطيط، يحيدوا تماما، ويعني نعم استاذ خالد، نعم استاذ خالد تسمعني الان، لا يكون للحكومه ولا للانقلاب، نعم استاذ خالد تسمعني، في عمليات في مش بس في البنك المركزي ولكن في العمليات الاقتصاديه كلها حتى لا ينهار الوضع، نعم نتيجه للحروب الصراعات بين الاطراف المختلفه. لكن هذا لم يتم استاذ خالد عبد الواحد، استاذ خالد تسمعني، صالح الشعب، يبدو ان هناك اشكاليه. استاذ خالد تسمعني الان؟ استاذ خالد تسمعني انت كمان؟ تسمعني أستاذ خالد ولا لا؟ نعم تسمعني الآن. نعم أستاذ خالد، إذن كيف يمكن التبرير استنزاف 4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وأيضا بدء الميليشيا بسحب من الوديعة النقدية الأجنبية التي أودعتها السعودية؟ لحظة، شوف الرسائل الأستاذ محمد بن همام واضحة، أنه لم يتم العبث بالاحتياطات النقدية كما يرى هو، أن الاحتياطات النقدية الخارجية كما يرى لأغراض الحرب، ولكن مولت فيها عمليات لصالح توفير المواد الغذائية والمستقات النفطية وكذا. وهذه يعني استنزاف كبير في ظرف سنة واحدة، في ظرف سنة أو أكثر من سنة شوية، استنزاف كبير للاحتياطات. ولكن كما يدعي هو الأخ محمد بن همام على أساس أنه هذه راحت لاحتياجات الشعب، ولكن انا اتكلم عن الموارد المحليه، الموارد المحليه للجمهوريه اليمنيه، يعني هذه هي اللي حدث فيها استنزاف، حدث فيها تمويل للحرب، وحدث فيها يعني العبث كما قلت لك، يعني ما زالت يعني. وكما تعرفون انتم في صنعاء، انه ايضا كم مره حصر البنك المركزي وكم حصر البنك كاك بانك من اجل الحصول على اموال، يعني على اموال للجيش والجيش العائلي والقوات الخاصه العائليه وللرئاسه الجمهوريه ولكل المؤسسات اللي مستولي عليها الحوثيون، الحوثي الفاشيون. فلذلك يعني يجب ان نفرق بين الاحتياطات الخارجيه التي ادارها الاخ محمد همام بجداره، وبين ما فوض بالصرف من الموارد. نعم استاذ خالد، نعم هذه موارد شحيحه استاذ خالد. نعم تكرم بالبقاء معي استاذ خالد، اسمح لي انتقل. نعم استاذ خالد اسمح لي ان انتقل الى الباحث الاقتصادي سليمان الناصر من ماليزيا. استاذ سليمان مساء الخير. اهلا وسهلا مرحبا اخي، مساء النور. مساء النور استاذ سليمان، ربما سمعت ما طرحه الاستاذ خالد عبد الهادي بانه يعني يؤيد بن همام بكل الخطوات التي اتخذها، لكن في المقابل كان هناك ربما امر رئيس الحكومه واضح وطلبه واضح بايقاف التعامل مع بن همام، هل هذا الإجراء كان صحيحا أم كان فيه تحامل على بن همام؟ بالنسبة لرأيي الشخصي في هذا الموضوع، الأخ خالد عبد الواحد لديه شيء من المنطقية في كلامه. نعم. شخصية الأخ بن همام مشهود لها بالجدارة، مشهود لها بالكفاءة في التعامل في البنك المركزي، لكن السؤال هو هل الأخ بن همام هو من يدير البنك المركزي فعليا أم لا؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الآخر هو اتخاذ بن دغر لهذه الخطوة، هل بن دغر أخذها بناء على معطيات وبدائل سيقوم باتخاذها لاحقا كي يتفادى التداعيات التي ستنتج عن هذه الخطوة؟ هذه الأشياء ليست واضحة لدينا بشكل أو بآخر. نعتقد أن خطوة كهذه هي مخاطرة كبيرة ستؤثر بشكل أو بآخر على درجة الخطورة. مخاطرة من أي من أي ناحية أستاذ سليمان؟ ما هي الخطورة في ذلك؟ والاحتياطي انتهى، الاحتياطي النقدي قد انتهى أصلا. لا أعتقد أن هذا الكلام 100% صحيح، ليس هناك بقي الاحتياطي النقدي كاملا، ليس لدينا أدلة واضحة
على أنه انتهى كاملا. نحن المعلومات المتعلقة بالاحتياط النقدي موجودة فقط لدى مجموعة معينة في البنك المركزي. نعم. حتى لما تواصلنا أستاذ سليمان عندما تبدأ يعني محافظ البنك يتصرف بالاحتياطي النقدي الوديعة الخارجية، هذا دليل على أنه استنزف كل الاحتياطي الموجود في البنك المركزي الداخلي. لا، ليست المشكلة هنا، المشكلة أن القرار الذي اتخذه بن همام، نعم، عفوا، الذي اتخذه رئيس الحكومة الشرعية، نعم، لسحب البساط من البنك المركزي في صنعاء سيكون له تداعيات. ما هي التدابير التي اتخذتها لكي لا تكون هناك تداعيات فيها مخاطرة على معيشة المواطن اليمني؟ نعم. عندما تحول إلى الخارج، عندما ماذا ستفعل؟ هل ستنشئ بنك مركزي جديد في عدن؟ من هو الذي سيمولك بالاحتياطي؟ كيف ستستقبل الإيرادات؟ هذه الأشياء لا زالت غامضة لدينا. كما قال الأخ عبد الواحد، خالد عبد الواحد، أن الأخ محمد بن همام ليس هناك غبار على عمله المهني وشخصيته، لكن هو لا يدير فعلياً، يبدو أنه لا نعلم. إذن ما الحل أستاذ سليمان؟ إذا كان كما تحدث، إذن ما الحل؟ يعني الاحتياطي انتهى، بدأوا يستخدمون من الاحتياطي الأجنبي الخارجي، إذن ما هو الحل أمام الحكومة؟ الحل إذا كانت هذه الخطوة خاطئة. الحل هي لا نقول أنها خطوة خاطئة، ولكن ينقصها الكثير من التوضيح. إذا ربما تكون خطوة صحيحة إذا اكتملت بعض الحقائق الأخرى. من ضمن هذه الحقائق، ما هي التدابير يا رئيس الحكومة التي ستتخذها إذا فعلا وافق المجتمع الدولي، وافق المنظمات الدولية على عدم اعتماد توقيع رئيس البنك المركزي؟ ومن هذه الأشياء، إذا اكتملت كامل المعطيات والمعلومات الصحيحة، سيتم ربما تغيير رأي آراء كثير من المهتمين في الشأن الاقتصادي. نعم. لا نتكلم بشكل شخصي، نحن نتكلم على أنه يجب أن يكون هناك أرقام. لا زالت إلى الآن الأرقام غامضة. لدي بعض الأرقام، لدينا بعض التواصل مع النواب في البنك المركزي، ولكن لا يزال الغموض يكتنف. كم هو المبلغ الذي سحب من الاحتياطي؟ كم هو المتبقي؟ ما هي التفاهمات الحقيقية التي حصلت أصلا قبل قدوم بن همام إلى صنعاء من عدن؟ ما هي هذه الأشياء؟ هذه جميع الأشياء عندما نقول لا نعرفها، ليس معناه أننا لا نفهم، ولكن لكي نحكم ونصدر آراءنا يجب أن تكون الآراء قائمة. ربما قد أصبح كل الأمر أصبح واضحا أستاذ سليمان، يعني الميليشيا تستنزف كل شيء في الاحتياطي النقدي وفي البنك المركزي، بل حتى حولت البلد إلى سوق سوداء. أستاذ سليمان تكرم بالبقاء معي، أعود إلى عدن مع الأستاذ خالد عبد الواحد. أستاذ خالد، إذا تحدثنا عن دور وزير المالية، كيف تقيم أداء وزير المالية في الحفاظ على ما تبقى في الوزارة وأيضا في إدارة المكاتب المالية في المحافظات المحررة؟ يا عزيزي، أنا أول في ملاحظة عندك، خلي المتكلم يتحدث، لا تقاطعه. الشيء الآخر فيما يتعلق بوزارة المالية، نعم، فلذلك أنا أقول أنه فيما يتعلق بأداء وزير المالية وأداء البنك المركزي، يجب أن يحيد عمل لصالح الشعب ولصالح عدم التورط في الجانب الاقتصادي مع طرفي النزاع أو مع أطراف النزاع. فلذلك أنا أقول أنه يجب تحييد البنك المركزي وتحييد المالية العامة. أنا عندي مقترح. نعم، مقترحك ما هو؟ الوزراء اتخذ في عدن بإنشاء خزانة عامة. فالخزانة العامة من مسؤولية الحكومة، المسؤولية الحكومة وموارد الدولة من وصرفها من مسؤولية الحكومة، من مسؤولية وزارة المالية. فلذلك لا يمثل البنك المركزي، خليه يحدي مهامه المتعلقة بإدارة الوضع النقدي. نعم. الحكومة خالد تتابع موضوع إيراداتها ونفقاتها عبر الخزانة العامة. نعم. هذا يا أقصى ما يمكن أن تعمل الحكومة. نعم أستاذ خالد، ربما هذا الجميع أستاذ خالد حتى نأخذ ونعطي معك في الحوار.
استاذ خالد حتى ناخذ ونعطي معك في الحوار، عندما اسال ارجو ان تكون يعني تسمع لسؤالي حتى نظل في يعني يستفيد المشاهد ولا نسهب في الحديث حول نقطه ربما الكثير اصبح يعرفها تماما. كانت الحي يعني ما دعيت وتحدثت عنه انه تحييد الخزانه العامه والمركز المالي للدوله، الجميع يعني خضع لهذا القرار، لكن للاسف الميليشيا الانقلابيه سخرت كل شيء لصالحها ونهبته، والان ربما الكثير كان يطالب رئيس الوزراء لماذا لا تنقل البنك المركزي الى عدن، لماذا لا يوقف العبث بالمال العام من يد الميليشيا، وعندما اتخذ القرار بداتم الان يعني تنتقدوا هذا القرار، اذا ما هو الحل؟ لا نحن لم ننتقد القرار، نحن لم ننتقد القرار يا عزيزي. نعم القرار شوف، مدير محافظ البنك المركزي في رسالته لرئيس الجمهورية قال له انه ارسل يعني عين محاسب خارجي ليتأكد من كل تصرفاتنا فيما يتعلق باحتياطات النقد الخارجية. انا اتكلم مرة اخرى انه اللعب اللي حدث هو في موارد الدولة، في موارد الدولة التي حصلها البنك المركزي، هي التي استولى عليها والتي يديرها يعني التي يديرها الانقلابيون بتعليمات من وزارة المالية في صنعاء المخترقة أو المغتصبة. صحيح، فلذلك يجب أن نفرق بين الاحتياطات. صحيح، ربما كانوا يستخدمون نعم أستاذ خالد، ربما كانوا يستخدمون نعم أستاذ خالد نعم نعم ما قلته صحيح، لكن ربما كانوا يستخدمون أستاذ خالد أستاذ خالد ربما يستخدمون بن همام هو الذي يحلل لهم استخدام هذا المال بتوقيعه ويوظفونه لصالحهم. أستاذ خالد تكرم البقاء معي، سنذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات حول موضوع الحلقة وأوامر رئيس الحكومة بإيقاف التعامل مع بن همام، نتابع هذه التصريحات ومن ثم نعود. نتوقع إذا ما طبق هذا القرار سيتم الحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة في البنوك الخارجية. أنا أعتقد أن هذا القرار لم يطبق، لأن البنك الدولي والأمم المتحدة تديرها دول يبدو أنها موالية للإنقلابيين. نتمنى أن يساعد هذا القرار في تقليل تدهور العملة الوطنية. أعتقد أن هذا القرار لن يطبق، لأن البنك الدولي يتعامل مع البنك المركزي ولا يتعامل مع الحكومة. في حال تمت الاستجابة لهذا الطلب الحكومي نتوقع أن يحدث يعني استقرار ولو نسبيا في الريال اليمني والاقتصاد المتدهور، لأن النتيجة الحاصلة الآن أن الانقلابيين المسيطرين على البنك المركزي قاموا بصرف هذه المبالغ الاحتياطية الخارجية لإتمام أعمالهم الانقلابية وما شابهها. الخطوات ستشكل عقبة للحوثيين مما سيضيق الخناق عليهم وسيجعلهم أمام الأمر الواقع، وهذه الخطوة ممكن تشكل ارتفاع للاقتصاد اليمني وللريال اليمني. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، أعود إلى ماليزيا مع الأستاذ الباحث الاقتصادي سليمان الناصر. أستاذ سليمان، ربما كان واضح يعني ما تحدثت به مع الأستاذ خالد عبد الواحد، الجميع وربما الكثير من الاقتصاديين بل حتى الناس البسطاء والعاديين يقولون لماذا لم تتخذ الحكومة قرار نقل البنك المركزي، إيقاف العبث الذي تقوم به الميليشيا في صنعاء وتسخير المال العام لحروبها ضد اليمنيين. عندما اتخذ القرار يعني ربما الكثير الآن منكم كخبراء اقتصاديون لم يعني يوافق هذه الخطوة، إذا ما هو الحل؟ الحل هو تزويد يعني يكمن الحل من وجهة نظري الشخصية. نعم. في إيضاح الصورة بشكل أوضح حتى نستطيع أن ننتج بعض الآراء التي قد تساهم في الحلول. كما قلت لك سابقا لا يوجد لدينا صورة واضحة عن المبالغ التي تبقت في البنك المركزي خارجيا. إذا اعتمدنا ما تسرب إلى وسائل الإعلام وما هو ملموس وما هو حقيقي، الكثير يتحدث والكل مطلع على الموضوع أنه استنزف 4 مليار دولار من الاحتياطي، أصبحت الميليشيا غير قادرة على دفع رواتب يمكن في الشهر المقبل، غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة، إذا الكارثة ربما ستحل، ما هو الحل؟ ربما يكون الحل أو جزء من الحل في إنشاء بنك موازي للبنك المركزي في عدن والقيام باستحصال الإيرادات الموجودة في المناطق المحررة ومحاولة تكوين بنك مركزي
شبه بنك مركزي موجود في عدن بشكل أو بآخر بالتوافق مع المجتمع الدولي وبالتوافق مع المنظمات المالية الدولية. نعم. إذن أعود للأستاذ خالد عبد الواحد. أستاذ خالد عبد الواحد، هل فعلا إذا تم يعني فتح البنك المركزي في عدن والتوقيع على الاتفاقيات مع الصندوق النقد الدولي يعني من لهم علاقة في الموضوع المالي خارجيا، ستكون هذه خطوة صحيحة في الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي وأيضا تعافي الاقتصاد الوطني؟ إيش من نقد دولي أو أي عالم بيعترف ببنكين في دولة واحدة؟ عقلوا، بنك المركزي لا يمكن يكون في بنكين مركزيين في بلد واحد. إذا تخاطبت الحكومة الشرعية بأن ما تديره الميليشيا هو أستاذ خالد، يعني إذا تخاطبت الحكومة الشرعية، نعم أستاذ خالد، خزانة عامة تتولى. أستاذ خالد اسمح لي، اسمع سؤالي أستاذ خالد، إذا تبنت الحكومة الشرعية لهذا التوجه ويعني حاولت التعامل رسميا مع الحكومة الشرعية، لأن هذه سلطة انقلاب وغير معترف بها. يا عزيزي أنت تتحدث عن إنشاء بنك مركزي، موازي في عدن، هذا ضرب من الجنون. من بيعترف لك ببنكين مركزيين داخل دولة واحدة؟ عليكم تفهموا يا أخي، الحكومة في فرق بين البنك المركزي والحكومة. البنك المركزي مستقل، ليس تحت إشراف الحكومة. البنك المركزي وفقا لقانونه يعني يعمل بشكل مستقل. نعم صح، يدير اموال، الحكومه، ولكن في جانب اداره المال العام بناء على تعليمات من وزاره الماليه. الدكتور محمد قحطان، استاذ الاقتصاد في جامعه تعز. دكتور مساء الخير. مساء النور. ربما دكتور محمد، الاستاذ خالد عبد الواحد له وجهه نظر يعني مصر عليها ويرى بأنها الحقيقة، ومن يتحدث دون ذلك فهو لا يفهم في مسائل الاقتصاد، وربما لا يفهم حتى رئيس الحكومة ربما في وجهة نظر أنه قرار عبثي ولا يفهم في الأمور المالية. يعني ما هي الحقيقة؟ أنت ربما أستاذ علوم الاقتصاد وتفهم في هذا الجانب، ونحن نبحث عن الحقيقة. يعني أنا من وجهة نظري، نعم، إنه رسالة رئيس الوزراء للمؤسسات المالية الدولية الخاصة بوقف التعامل مع رئيس البنك المركزي في صنعاء، يعني مش أمر بالغ الخطورة، يعني كما يتحدث الزملاء الآن. نعم. وأيضا يعني أنا أعتقد أنه أعطي هذا الأمر أكثر مما يستحق. لماذا؟ يعني لعدة أسباب. نعم. يعني السبب الأول أنه يعني حسب علمي أنه البنك المركزي لا يملك أصول وأرشدة مالية ذات قيمة كبيرة في الخارج، كل ما يعني يمكن عمله. نعم. بالنسبة للبنك المركزي صنعاء إنه يطلب المساعدات أو القروض من تلك الصناديق والمؤسسات المالية، وفي حالة اليمن يعني يصعب تحقيق ذلك. ليش؟ نعم. البنك المركزي مفلس ولا يتمتع بثقة دولية، يعني كما يعني لو بقى على ما هو عليه يعني الثقة الدولية، يعني من المستحيل انه تستمر الثقة الدولية بالتعامل مع مثل هذا البنك اللي تقريبا الان عاجز يعني عن إدارة العملية النقدية في البلد. نعم. فانه يعني مفلس. نعم. طيب ايضا هناك البنك المركزي له وظائف عدة، يعني لو فهمنا هذه الوظائف أنا أعتقد بتتضح الصورة، إنه قضية الرسالة يعني المؤسسات المالية مش ذات أهمية، يعني ذات أهمية كبيرة، وإنما هناك أمور أخرى يعني هي المهمة اللي يفترض إنه يعني الحكومة ما هي هذه الأمور؟ ما هي هذه الأمور دكتور؟ على سبيل المثال يعني نعم. البنك المركزي يعتبر بنك البنوك. نعم. يعني إنه هو اللي يقدم القروض للبنوك التجارية، وبالتالي البنوك التجارية تقدم القروض تقدم القروض للمستثمرين. هذه وظيفة يعني ما حدش يتكلم عنه. يعني أيضا البنك المركزي أداة لتنفيذ السياسة النقدية لحفظ التوازن الاقتصادي، يعني معالجة الكساد ولا معالجة الانكماش يعني في اقتصاد الدولة.
نعم. وفي ادوات يعني يستخدمها البنك المركزي اللي هي متمثله بالسوق المفتوحه، يعني البيع والشراء بالاوراق الماليه، ولا سعر الفائده، ولا الاحتياطيات، ولا الاحتياطيات القانونيه. نعم. هذه ما حد يتكلم عنه. يعني ايضا البنك المركزي هو من يصدر النقود. يعني البنك المركزي الان من وقت لاخر نلاحظ انه في نقود جديده من فين تخرج؟ نعم، تخرج من البنك المركزي. يعني اذا وربما كان ربما على نعم اصدار عملات، اسمه اصدار عملات نقديه. نعم، ربما بن همام وضح في نعم دكتور محمد، ربما بن همام يعني برر ما قام به من أوامر بأنها لصالح توفير ما يحتاجه الشعب اليمني سواء من العملة الأجنبية أو من المواد الغذائية، وهذا ما لم يعني ترضى به الحكومة، وربما جاءت توجيهات رئيس الوزراء في هذا السياق. هل أنت أيضا يعني تتفق مع توجيه رئيس الحكومة بإيقاف التعامل مع محافظ البنك، أم كانت ربما خطوة متسرعة وسيعني تنعكس سلبا على الاقتصاد؟ أنا بقول لك إن ماش يعني ما الخطوة هذه أعطينا تعطوها أكثر من يعني اكثر من اهميته. ليش؟ نعم. يعني البنك المركزي يعني يعتبر بنك الحكومه، يعني اللي تتدفق منه الى الاموال العامه للدوله. التدفقات النقديه الداخله هي يعني من تمكن البنك الان يعني من انه يدفع الرواتب والاجور، يعني والموازنات التشغيليه لمؤسسات الدوله، ايضا دعم المجهود الحربي لقوى الانقلاب. نعم. زي ما اشار خالد، يعني فعلا انه الان يعني القوى الانقلاب في داخل العاصمه يعني تحصل على الدعم الحربي من خلال الايرادات اللي تتدفق لها من يعني مختلف اللي اسمه اللي نعم تتدفق لها من المذكره. نعم نعم دكتور محمد، المذكره التي رفعها بن همام لرئيس الجمهوريه ووضح فيها كل التعاملات البنكية التي كان على موجبها يتم الصرف سواء من الاحتياطي النقدي أو من العملة الأجنبية، هل هناك أي ثغرات في هذه المذكرة من خلال اطلاعك عليها؟ هو بقول لك إنه المذكرة تنص على إيقاف التعامل مع بن همام في المؤسسات والصناديق الدولية. لا أقصد سؤالي، أقصد في نعم دكتور محمد، دكتور محمد صندوق النقد الدولي. نعم دكتور محمد، يعني ما قصدته في سؤالي يعني حسب معلومات دكتور محمد. أيوة. دكتور أنا أقصد مذكرة بن همام الذي برر فيها للرئيس بصرف المبالغ، لا أقصد مثلا توجيه رئيس الحكومة بإيقاف التعامل مع بن همام. يعني إذا كان هناك ثغرات من خلال اطلاعك على السودات التي رفع الرئيس الجمهورية بن همام ووضح فيها كل المبالغ التي تم صرفها عن طريقه وتم التوقيع عليها من قبله. يعني أنا ما اطلعت على الرسالة، لكن يعني التبريرات اللي باردها مش يعني هي المهم. نعم. المهم الآن يعني الحكومة اليمنية قادرة على إدارة الملف المالي. لو يعني الآن أنتم تتحدثوا على إنه يعني الحكومة بإمكانها أنها تنقل البنك المركزي. نعم. يعني من صنعاء إلى عدن. نعم. وهذا أنا أعتقد أمر ممكن إنه تنقل البنك المركزي، يعني مش تقيم يعني تعمل بنك جديد، وإنما تنقل البنك وظائف البنك المركزي إلى عدن باعتبارها السلطة الشرعية، وبالتالي أمامها إيرادات هائلة وعليها التزامات هائلة. نعم. من هنا يأتي السؤال المهم، هل الحكومة اليمنية الآن قادرة على إدارة هذا الملف؟ ليش؟ لأنه شوف لو رجينا نحسب الإيرادات، يعني في عدة يعني مصادر للإيرادات، من النفط. نعم. والغاز. نعم. من الضرائب والجمارك، من رسوم الخدمات العامة. نعم. من عوائد الاستثمارات العامة، من المساعدات والهبات الدولية، القروض إن أرادت كمان الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية، لكن بالمقابل. نعم. هناك الرواتب والأجور، النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، إعادة البناء، النفقات الحربية، النهوض يعني التنموي بعد الانتهاء من الحرب، هذا يقابل هذا. الحكومة. نعم. الحالية بأدائها اللي نشوفه الآن، هل قادرة على إدارة مثل هذا الملف؟ لو نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى كنا نتمنى دكتور محمد. نعم دكتور محمد، كنا نتمنى وقد تواصلنا كثيرا مع أن يكون معنا أحد من أعضاء الحكومة، لكن للأسف اعتذروا والبعض منهم لا يجيب علينا حتى يعني يجيب على كل هذه التساؤلات، وما الذي ستقوم به الحكومة وإذا كان لديها القدرة على إدارة ما تحدثتم عنه في الجانب المالي والاقتصادي. أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد قحطان، كنت معنا من تعز. عودة إلى ماليزيا مع الأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، إذن ربما النقاط التي تحدث عنها الدكتور محمد هي جوهرية ومهمة أن يتم الاستغلال
إذا قبل أن أعود إلى الأستاذ سليمان نذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية ومن ثم نكمل الحديث، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود هذه المرة إلى القاهرة مع الأستاذ مصطفى نصر مدير مركز الإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى، ربما الحديث كان في المحور الأول والثاني يعني بشكل معقد، والجميع يعني والمشاهد الكريم ربما يحاول أن يعني تكون الإجابات بسيطة ويفهم ماذا يدور. قرار طلب رئيس الحكومة بإيقاف التعامل مع بن همام، هل هو صحيح أم لا؟ ما هي الحلول التي ممكن على ضوءها يتم؟ هل فعلا نقل البنك المركزي إلى عدن ممكن أم لا؟ ما هو الوضع بلغة بسيطة ربما يفهمها المواطن والمشاهد؟ تفضل. بكل تأكيد الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلد حرج للغاية نتيجة الحرب التي يعني بدأت، سواء كانت السياحة جماعة الحوثي اليوم أتلها من تطورات متسارعة بشمول الحرب بالتوقف الحالية هذه، وصعوبة الوضع الاقتصادي سواء كان في المواد الغذائية، في ارتفاع أسعار السلع، في اختناقات في المواد، في الطاقات النفطية وغيرها، كلها مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلد. نعم. أيضا هذه المظاهر الاقتصادية ما حدث من استنزاف من الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية جراء تجميل شراء الطاقات النفطية، وتمويل أيضا شراء المواد الأساسية بالسعر الرسمي، عندما يقع عن ذلك عندما تستورد التجار المواد الاساسيه والمشتقات الحقيقيه ياخذون الدولار بالسعر الرسمي وليس بالسعر الرسمي، وبالتالي هذا ادى الى التراجع الكبير في الاحتياط النقدي من العملات الاجنبيه، هذا الاحتياط الذي يغطي الوارده. نعم. ربما هذا بشكل بتخفيف هذه التشكيك للمشكله. نعم. في موضوع القرارات البنك المركزي، وفي اخر رساله وجهها بالنعم لرئيس الجمهوريه وكتب عنها يوم عام، ان البلد تجه نحو خيار استنزاف الكامل من احتياط النقد في العملات الاجنبيه، بمعنى ان البنك المركزي خلال المرحله المقبله سواء كانت الى نهايه بدايه 2017 قبل انتهاء هذا العام لن يستطيع ان يمول اي استيراد المواد الغذائيه أو الاستقاط النفطية أو غيرها، وبالتالي سيجتري التجار الكبار السعر يستوردون المواد الغذائية وغيرها السعر السوق، وسيكون هنا تراوح ارتفاع الأسعار نتيجة لهذه الإشكالية. نعم. مصطفى، ربما يعني بيع الحكومة أو إعلانها عن مناقصة لبيع مخزون من النفط الذي في المكلا، هل سيغير ويعني يعني يحدث نقلة في الاقتصاد ويعني يوفر ولو الحد الأدنى في الموازنة العامة للدولة ويحفظها أو على الأقل يبقيها بعيدا عن التدهور الحاصل الآن في الاقتصاد الوطني؟ لا أعتقد أنه سيكون حل، هو ربما حل مؤقت للإشكالات التي تواجهها الحكومة شهية النفقات التشغيلية، لأن الحكومة الآن لا تمتلك أي موارد، هي يعني الحكومة اسما لكن كإدارة اقتصادية لموارد الدولة هي لا تدير شيء، وبالتالي هذا الجزء من مبيعات النفط إذا ما أورد كما تفيد المعلومات أنه إلى حساب خاص بالحكومة، هذا ربما يساعد الحكومة
تحصيل على بعض الخطوات التشغيليه التي هي تسعى اليها او تعمد الى تنفيذها خلال المرحله المقبله. لكن اداره البنك المركزي لا تزال ليست تحت سيطرتها. كل ما اداره الماليه كل المؤسسات الاداريه ليست تحت سيطره الحكومه، وبالتالي هناك لابد من التفكير هل الحكومه قادره على استعاده اداره الاقتصاد الوطني بما انها حتى تبدا اعاده التفكير باداره مهام التركيز واداره مهام وزاره الماليه واداره مهام كل المؤسسات الاخرى سواء كانت الاراديه وغيرها. هذا لم يتضح بعد ولم يرى الحكومه خطة إنها هي الخطوة الأفضل التي ستقدم عليها. نعم أستاذ نعم مصطفى، ربما أنت أكثر من أكثر نعم مصطفى نعم مصطفى ربما أنت كنت من أكثر الذين ينادون لماذا الحكومة تبقي كل المركز المالي بيد الدولة وتتصرف به، ولو تم اتخاذ إجراءات لنقل البنك المركزي ربما توقف هذا النزيف الكبير للاحتياطي النقدي وللاقتصاد الوطني، وكان لديك رؤية معينة. هذه المرة ربما جاءت الخطوة الأولى من رئيس الحكومة بإيقاف التعامل، إذا هل نحن في المسار الصحيح أم هناك من يقول بأنه لا يمكن أصلا التعامل مع بنكين في نفس الوقت كما ذكر الأستاذ خالد عبد الواحد، ولا يمكن أيضا تحمل تبعات أن يوقف كل التعاملات من قبل محافظ البنك بن همام؟ أولا نقطة هي أنه كان يفترض بعض الإجراءات التي تضمن الحكومة عدم استنزاف الاحتياط النقدي أن تقوم بها منذ فترة كبيرة خلال المرحلة الماضية منذ بداية الحرب. النقطة الأخرى فيما يتعلق بنقل البنك المركزي، أنا أقول أنه لابد أن يتم أي خطوة في هذا البنك أن تدرس دراسة متأنية. هناك متطلبات أساسية لأي خطوة في هذا الجانب، المتطلبات الأساسية أن توجد محافظة بديلة أو عاصمة بديلة مستقرة يعني أمنيا، وبالتالي تضمن أنه إذا تم تفعيل بعض خدمات البنك المركزي أن يكون هناك فعلا استقرار يضمن بقاء هذه الجهة. والأمر الآخر فيما يتعلق بتنشيط أيضا الإيرادات، فرش اعتمادات فرش واحدة مثلا على سبيل المثال في أي فرح من فروع البنك المركزي لفرش الاعتمادات الخارجية لاستيراد المواد تصلح من الخارج. كثير من المتطلبات الأساسية هي لابد أن تكون لها خطة، يعني ليس من المجدي أن يتم النقل أو بقرار أو عشوائيا بطريقة معينة، الأفضل أن تدرس كل السيناريوهات. الآن يعني على سبيل المثال البنك المركزي أصبح بشكل واضح أنه في كل الأحوال سيصل إلى مرحلة الإنشاء باستفادة الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية. نعم، البنوك الوطنية والأهلية أستاذ مصطفى لديها خطة. نعم أستاذ مصطفى، البنوك الأهلية والوطنية هل إذا تحركت بنوع ما هل ستسهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وأيضا استقرار العملة؟ البنوك المحلية هي تضع كثير من الاحتياط بالنسبة من الودائع لدى البنك المركزي، عندما لا يستطيع البنك المركزي الوغار التزاماته بكل تأكيد هذا سينعكس مباشرة على القطاع المصرفي وينعكس على السوق المحليه. الان الكثير من التعامل البنكي بين البنوك المحليه والبنوك المراسله الخارجيه اصبح هناك عوائق وصعوبات كبيره بسبب عدم ترحيل العمله الصعبه من الداخل الى الخارج، هذه واحده من المشكلات التي تعاني منها البنوك المحليه. ايضا هناك اشكالات كبيره تتعلق باداره السياسه النقديه من قبل البنك المركزي الذي وصل الى امر شديد انه في اخر رؤيا له يقول انه بكل في كل الاحوال سيصل الى مرحله استنزاف الاحتياطي. نعم. يمكن الحفاظ على الاحتياط النقدي بعدم سوق السوداء للمشتقات النقديه، كان يمكن ان يتم ايضا يعني عدم صرف النفقات التشغيليه للمؤسسات النقديه وغيرها في كل النفقات العربيه التي تم انفاقها خلال اشكرك الماضيه وكانت هي جزء من الاستنزاف الذي حصل. مدير مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، عودة إلى ماليزيا مع الدكتور سليمان الناصر. دكتور سليمان في أقل من دقيقة إذا تكرمت، حل ربما لو اتخذتها الحكومة سريعا سيعمل ويساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.
طبعا اعيد واكرر النقطة مهمة، انه من الصعب جدا تكوين بنك مركزي موازي في عدن، ولكن من الممكن تكوين آلية معينة في مدينة عدن للتحكم في الإيرادات الصادرة في المناطق المحررة او ذات العلاقة مع المجتمع المالي الخالص. نعم، هذه نقطة يجب ان تكون واضحة. نعم، إنشاء بنك مركزي جديد شيء صعب جدا و و و و ويأخذ وقت طويل جدا، وهذا ما ربما ما أثار حفيدة الأستاذ خالد عبد الواحد دكتور سليمان، ربما كانت هذه النقطة التي استفزته. موجود فيه عدة آراء، شيء جميل جدا. نعم، نريد أن نسمع منهم، نريد أن نسمع من الحكومة، نريد أن نسمع أيضا من البنك المركزي نفسه، ما في لا يوجد أي إشكالية في هذا. نعم، أعتقد أنه تعجل وكان الموضوع عادي جدا. أشكرك جزيل أستاذ دكتور سليمان، معذرة لو الوقت انتهى علينا، أشكرك جزيل الشكر. طيب، الأستاذ الجامعي الدكتور سليمان الناصر كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. مشاهدينا الكرام، لنبقى أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في الفيسبوك، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ سامي باري يعلق: لا آثار ستنعكس على الاقتصاد الوطني لأنه أصلا منهار تماما، وهذا ما تردده الحكومة مرارا وتكرارا. وبالنسبة لتأييد إجراءات الحكومة لمنع الإرادة المالية للبنك في صنعاء فهو قرار صائب، وكان يجب أن يتخذ عقب تحرير عدن مباشرة بالتزامن مع عودة الحكومة الأولى آنذاك. سامي باري. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج، الأخ عبد الله تقي يعلق: هناك نقطة هامة يتم الارتباك حولها، الأرصدة والحسابات الحكومية بما فيها أذون الخزانة تديرها وزارة المالية وليس البنك المركزي. الأخير يعتبر فقط كأمين صندوق يستلم شيكا موقعا معززا من المالية ليقوم بصرف الشيك، لذلك المالية هي المسؤولة حصرا على تلك الأموال، في المقابل البنك فقط يدير الاحتياطي الخارجي ومسؤول عن دفع أكثر من 900 مليار ريال كدين داخلي دفعها للميليشيا والحكومة قبلها، وعلى أساس أنها دين للحكومة. الأستاذ عبد الله تقي. رأي آخر أيضا، الأخ معاذ الشرعبي يعلق: نعم أنا مع الحكومة في إصدار مثل هذا القرار، لأنه لا يمكن أن نتخلص من هذه الميليشيا في ظل سيطرتها على البنك المركزي والتحكم في إيرادات البنك لخدمة مصالحها الشخصية وتمويل حملة حربها على الشعب اليمني. ونختم بهذا الرأي من الأخ معاذ الشرعبي، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بين قوسين. شكرا لضيوفي الأكارم، من عدن الأستاذ الخبير الاقتصادي خالد عبد الواحد، من القاهرة رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، وأيضا من تعز الدكتور أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، وأيضا من ماليزيا الدكتور سليمان الناصر الباحث الاقتصادي وأستاذ جامعي. شكرا لضيوفي الأكارم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة من بين قوسين، حتى الملتقى حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.